أيضا كيف سيتواصل الوضع الجوي، الوضعية اللي عشناها اليوم الساعة كيفش كانت وكيف سيتواصل الوضع الجوي تتسويتا. الخبير في طقس تونس والأستاذ المبرز في الجغرافيا الأستاذ عامر بحبة، مرحبا بيك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟ أهلا بيك أستاذة هدى، تحية ليك وتحية للسادة المستمعين على ديوان فانا. شكرا لفضلك سي عامر. اليوم فيديوهات جاتنا أساسا من ولاية سوسة ومن العاصمة أيضا، نحكي زاد على توزر على قفصة، كانت أمطار بغزارة اليوم نزلت، شنية آخر المعطيات اللي عندكم، الكميات المسجلة وكيف سيتواصل الوضع؟ الحمد لله اليوم الأمطار كانت غزيرة في عدة ولايات تونسية، تقريبا هي الولايات المتوقعة، ربما ولاية قفصة ولاية توزر ما كانتش فيها يعني ما كانتش كميات متوقعة كبيرة، ولكن حسب صور الأودية التي جرت فما ربما سجلت كميات كبيرة، خاصة منطقة المتلوي، منطقة زادة سالجة، منطقة زادة تمغزة، يعني المناطق اللي بين توزر و وقفصة. ثم زاد حتى في ولاية سيدي بوزيد ثم كمية طيبة، في صفاقس كيف كيف، في القيروان كيف كيف، في ولاية نابل، في تونس الكبرى، في خاصة ممكن جنوبها، والكميات الأهم كانت في ولاية ولاية سوسة، ولاية المنستير زاد. في ولاية المنستير مثلا في مدن المكنين قصر هلال 43 مليمتر و40 مليمتر، في طبلبة البقالطة 38-39، في مناطق عميرة منزل فارسي حوالي 30 مليمتر 29-30 مليمتر، كيف كيف زاد في مناطق أخرى في القيروان زاد فما كمية طيبة حسب الصور. المعهد الوطني للدراسة الجوي نشر كميات ولاية سوسة، عموما كانت كميات يعني كبيرة، هرقلة 72 مليمتر. ثم زاد يعني في 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 تونس في سوسة الكبرى ثم كميات هامة نسبيا، معناتها وصلت تقريبا الى 40-50-60 مليمتر، في البشاش 100-102 مليمتر تابع كوندار، يعني كمية كانت هامة وهامة جدا 100 مليمتر في وقت وجيز. الحمد لله الكميات كانت كبيرة في برشا مناطق تونسية، والحمد لله كما قلت خاصة ولايات وسط شرق تونس وولاية قفصة وتوزر وحتى الساق الزادة كما قلت العاصمة وولاية نابل. بالنسبة لي يعني الساعات القادمة والليلة والأيام القادمة تقلص في درجة في تقلبات نجم نقوله، يعني فقط اللي بقي هو فقط كمية ضعيفة، إن شاء الله باش يتم تسجيلها ممكن الساعات القادمة الليلة حتى يوم غد، أمطار متفرقة مثلا منذ قليل في منطقة الرقاب سيدي بوزيد نزلت كميات من الأمطار مثلا، يعني ولكن التقلبات الهامة بعد ما أثرت على عدة مناطق تونسية دخلت إلى البحر. زاد ما ننسى زاد حتى ولاية الكاف زاد سجلت كميات زاد طيبة، فما حتى جرائل الأودية في الكاف، وفما حتى ولايات أخرى راهو في يعني ممكن ما ذكرتهاش ولكن كميات أقل، فما زاد كميات أخرى في منزل تنين يوم أمس، في ولاية نابل، في قليبية، في الهوارية زاد كميات كبيرة، في أزمور، في دار علوش مع الكميات تجاوزت 50 مليمتر 57 مليمتر، في قليبية أقل 26، في 72 مليمتر زاد أمس في منزل تنين، يعني الحمد لله بين أمس واليوم فما كميات نجم نقوله طيبة وحتى هامة وتسببت في سيول وحتى في فيضانات محلية في سوسة في مدينة سوسة، خاصة منطقة وادي غنيم، الصور الركية متاع السيارات اللي تم جرفها في منطقة وادي غنيم، هو في الحقيقة مدينة سوسة فيها عدة أودية، وادي غنيم، واد الخروب، واد الحلوف، واد الحمام سوسة، واد بليبان، وللأسف اللي فما برشا أحياء سكنية موجودة على هذه الأودية، معناتها يعني عندي صور نخدم حتى على المنطقة هذه في بحث علمي، فما يعني الأحياء السكنية موجودة في الواد بالضبط في على يعني على يعني سور لي بيرج، معناتها على الضفاف الواد، يعني المجرى نتاع الواد ثم منازل بعيدة على المجرى نتاع الواد 3 متر، معناتها حاجة عادية باش من بعد كي تنزل كميات كبيرة متاع أمطار في وقت وجيز مع 50 مليمتر و70 مليمتر باش تتسبب في سيول وحتى في فيضانات. الحمد لله ما فماش خسائر بشرية، فما بعض يعني الخسائر المادية السيارات إلى آخره، ولكن معناتها للأسف معناتها ديما تقعد المدن متاعنا خاصة معناتها المدن الكبرى ديما تقعد عرضة لهذه الأحداث المتطرفة، ديما توقع في الخريف
ولكن عليها حتى سابقا عدة مرات مدن الساحل سوسة والمنستير والمهدية والشاب إلى آخره، مع تعرضت في عدة مناسبات لسيول وفيضانات عام 2009 2009 فقط آخر 10 سنين ولا 20 عام 2009 2016 مرتين 2020 مرتين توها واليوم، يعني وضعها بطبيعة في علاقة حتى بالبنية التحتية بالبناءات بالتوسع العمراني بحري الأودية. معناتها حدت التقلص، حدت التوقعات والحل، حدت التقلبات بدات في التقلص نتاعها، بقاي امطار في عده مناطق هذه الليله. شنو المناطق المعنيه اساسا؟ يعني كل المناطق ولا المناطق الساحليه ولا شنو بالضبط؟ والله أستاذ هدي، هو في الحقيقة معناتها يعني الأمطار هذه اللي ممكن زاد متوقعة معناتها أمطار محلية جدا، بعض السحب الصغيرة كما توا في منطقة الرقاط فقط مثلا، يعني من حين لآخر من حين إلى آخر في شمال تونس ووسط تونس وعلى السواحل الشرقية ربما تنجم تنزل بعض الأمطار، ولكن راهي كميات ضعيفة بعض المليمترات، يعني ما تقلقش ما تشم، يعني ما تشم الكميات الكبيرة نتاع السيول ولا نتاع، ولكن يعني الأمطار نتاع 50 مليمتر والستين والسبعين معناتها غير متوقعة، ربما بعض المليمترات 1.5 مليمتر 1.10 مليمتر محليين زي كما قلت وسط وشمال تونس يعني فقط. و باش نتجه ان شاء الله معناتها يوم غد والايام القادمه فتره متاع استقرار في انتظار ربما اخر اسبوع ربما ثم تقلبات اخرى ممكن اقل حده من هذه التقلبات، ومازالت مش مؤكده نهار السبت نهار الاحد ربما خاصه نهار السبت ممكن تم اكثر شمال تونس وممكن محليا وسط تونس، تو نشوفوا معناتها بقيه التوقعات الفتره القادمه. زاد ممكن حتى في شهر اكتوبر في الاسبوع الاول ربما زاد كيف فهم امكانيه نتاع عوده التقلبات، ما نحكيوش من توا على الاهميه نتاعها من عدمها، ولكن يعني ان شاء الله الفتره القادمه ثم استقرار نسبي في انتظار امكانيه عوده التقلبات، ومشي مؤكده. ملاحظه اخرى استاذ هدى اجابه على سؤالك بالنسبه للسدود على حالها زم بطبيعه وضعها متوقع مش تتحسن الوضعيه. علاش؟ بحكم كونه الامطار اللي نزلت يعني نزلت في ولايات غير ولايات السدود، معناتها كي نقولوا ولايات سوسه والمنستير والمهديه، حتى زاد المهديه نسيت ما ذكرتهاش بكري، زاد ثم زاد كميه طيبه في المهديه امس واليوم، كميه طيبه تجاوزت حتى ربما ل 20 و30 ملم. دونك يعني كما قلت بما ان الكميات نتاع الامطار نزلت في ولايات ماشي ولايات السدود، ممكن القروان فيها بعض السدود صحيح، حتى فما سد في ولايه قفصه او اثنين ما نعرفش المياه وصلت ولا فما زاد في الكاف، ولكن عموما يعني ما فماش امطار كبيره برشا اللي باش تتجه في السدود بحكم ولايات باجه وجدوبه وبنثرت ما لم تنزل كانت فيها معنيه بالتقلبات هذيا. فقط انا باش نسال شويه على درجات الحراره استاذ عامر بحبه، شفنا شويه تراجع في درجه الحراره الايامات هذيا، باش تعاود تسخن ولا باش نكملوا في الوتيره هذه مع تقسم عادي يعني تقريبا مستحبة درجة الحرارة الأيام هذه؟ بالنسبة للأيام القادمة فما ارتفاع يعني نسبي، أما موش ارتفاع اللي معناته كبير يقلق مع يعني مع الناس 38 و 40 درجة إلى آخره، فما ارتفاع نسبي ببعض الدرجات، فما مناطق باش تكون فيها الحرارة دون 30 درجة، وفما مناطق أخرى ممكن ربما توصل 30 وتتجاوز حتى 30 درجة ببعض الدرجات، وفقط في وقت يعني بعد الظهر معناتها فقط، وفما من بعد في الليل والصباح ديما يكون فما طقس معناتها عادي، يعني كما قلت ما فماش موجة حر، ما عندناش حرارة كبيرة نتاع الصيف. حراره نجم نقولوا خريفيه عاديه، في بعض الاحيان نحسوا بشويه سخانه نتاع الرطوبه كي الحراره المحسوسه بحكم فما رطوبه كما تعرفوا، يعني فقط ما معناش معناتها حراره كبيره ولا حاجه يعني الايام القليله القادمه ان شاء الله، في انتظار بطبيعه اذا كان عاده المنخفضات وعاده الهواء البارد ان شاء الله تعاود تبرد مره اخرى من جديد كما عشنا الايام الماضيه. شكرا جزيلا استاذ عامر بحبه، يفضلك يعطيك الصحه، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا ونسب تنفع، وهنيكم الرواه في المناطق الكل اليوم اللي شملتها تقريبا الايامات اللي فاتت التقلبات الجويه، صحيح ربما السدود ما كانتش في وضعيه باهيه، تو بعد شويه ناخذوا زاد الخبيره في